ماينكرافت، ولكن كل جيم هخسره في بيد وورد هتبرع بيه $5 لواحد من المتابعين. نرجع تاني نقول السلام عليكم ميدو جيمنج. النهارده يا جماعه هنلعب مع بعض بيد وورد في ماينكرافت، ولكن كل جيم هخسره هتبرع بيه $5 في حد من المتابعين. انا هختار عشوائي كده وخليه يبعت لي على الانستجرام وادي له $5 بتوعه. بص احنا داخلين $50، يعني يا نخسرهم يعني نكسبهم بقى، فهي احتراف، احنا واخدين البرو بلاير اصلا، فانا ضامن الفوز. طيب تمام. اول جيم معانا بلمبلي. ماشي، معانا بلمبلي. لا حول ولا قوه الا بالله والله. ماشي، هما مش بيعملوا حاجه طبعا عشان اخسر واتبرع بال$5، فهم يشيلوني اصلا. بس ماشي، مين ده؟ انا نفسي افهم مين ده اللي بيحصل ده. ايه الخناقات اللي تحت دي؟ لا بص احنا نجري على السرير ده اللي هناك احسن. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ يهو ماشي، بس اللي يعمل الهبل ده، بس اللي الهبل ده ايه ده في ايه؟ you cannot please block here. وانا ببليس كده. ايه الذكاء بتاع اللعبة دي؟ فين السرير اصلا؟ السرير فين؟ السرير كسر اصلا؟ اصلا طيب ماشي، يلا بينا نروح التيم التاني. هوب، يلا 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 يلا. فين السرير؟ فين السرير؟ فين السرير؟ السرير هنا اهو، مكسور اصلا. في هذه اللحظة أدرك أبو حمدان إن جاب اللعيب. وعلى شكرا إنك روحتني، كنت عايز أروح أصلا. ماشي حبيبي. اوكي يا جماعة، وكسبنا الجيم ده ونخش الجيم اللي بعده. شفتوا يا جماعة احلى حاجة الاحتراف ده؟ ايه ده في ايه؟ كلهم خرجوا ليه؟ ايه ده؟ انا مالي انا؟ نيكست ماتش اخش يا عم سولو، عشان يلا يا عم يلا، عشان فرصة $5 اعلى. يلا $5 if I lose but lose ولا بندق. انا اسف، اوعى تعمل ديسلايك، اوعى اوعى، انا بقول لك اوعى. ماشي يلا. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ يعني اعتبرها محبه كده مني ليك، فاهمني؟ انا لسه هستنى ايه اللي بقوله ده؟ انا اصيل لبخه في الكلام، اصيل لبخه. 2-1-0. عارف الاحتفالات اللي بتبقى في دبي دي اللي مرات لما يبقى خلاص فاضل 5-4-3-2-1 على كريسماس وراس السنه بقى وكده، فهو الجو ده، انا بعيش الجو ده يعني، بس في ماينكرافت فاهمني. ماشي يا برو، ليتس جو. ماشي يا برو ليتس جو. اوكي ماشي، اد بلوكس 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 فروت. جماعة يعني أنا آسف على القلش اللي أنا عمال أقلشه، بس هو قلش جامد. قلش ولا لسه هيقول؟ أنا آسف يا جماعة، والله والله آسف يعني، خلاص. لأ يا نهار أسود. طب أنا عايز أقفل بتاع ده، أقفله منين؟ ماشي خلاص أوكي. معلش يا جماعه يعني سامحوني، انا اسف على اللي انا عمال اقوله ده، بس يعني راعوا ان شخص مخلص لسه امتحانات فعايز يفرح بقى خلاص، يعني هو خلص بس هيتشال تاني، يعني لسه هيرجع تاني يتشال. بس يعني سيبك من الزرف اللي واكل الزرافه ده، يعني سيبك من الظريف اللي واكل الزرافه اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي، بس اعمل لايك وسبسكرايب بقى. ماشي، انا عارف ان انا جامد، بس يلا بينا. ماشي احنا غطيناها تمام. ماشي يلا، عايزين بقى نطور سيوفنا وحاجاتنا وطبعا كل حاجة. اوكي يا ده بيقفل السرير. اوكي بس هاخد الايرون كاب. ماشي يعني اهدى كده وصلي على النبي. ماشي بس هوبا، بس كده كاب. شكرا، تسلم اخوي حبيبي. اوكي ماشي، افتح. ايوه استنى من غير ما ياخد باله، عايزه يمشي، عايزه يمشي يمشي يا ابني. يلا بينا بسرعة كده، نروح نروح من غير ما حد ياخد باله، ونعمل زي الحرمية. يا نهار، رجع في كلام رجع في كلام.
شافني؟ ماشي. ياه! ده انا حظي ابن. ما علينا ما علينا ما علينا. عادي يا جماعة، عادي يا جماعة، بتحصل في أسوأ العائلات. مش عارف ايه الحظ ده، مش عارف ايه الحظ ده. لا ده حظي ظابط، يعني ظابط ولا مهندسة ولا ايه؟ ولا ماشي. انا اسف رغم اني لسه خسران دلوقتي، خايف اخسر في الجيم وسريري اتكسر. وانت مبروك عليك $5 دلوقتي، وعمال تضحك عليا وانا عمال اعيط جوه. اقول ايه بس المدير اعمالي؟ اقول له ايه يعني؟ وحياة امك. اقول له هيشتمني. كمان خلاص يعني، كفاية بقى كده، كفاية قلش وهزار، ويلا نكمل يا جماعة. ماشي ماشي، حرام بجد، حرام 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 اللي عم يحصل فيه. شو بدك انت مني يعني؟ في حد يزرع شجرة هنا؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب ايه، مش هنخلص بس كده خلاص. tools tears okay. والله والله يلا. كسر منين؟ كسر منين ده؟ كسر منين؟ بس كده نايس. بس حماد نايس، حماد عامل لي جامد. بس السبب دلوقتي اللي احنا نروح نهجم دلوقتي، زي ما هنعمل كده، ما هنعمل كده. ايوه الله يعلى الله يعلى الله يعلى الله يعلى. ليك محصور هنا بس كده، ونكسر يا ابن ال استغفر الله العظيم. وانا دلوقتي راحت، اه دلوقتي راحت. انت هكسر له خلاص من غير ما حد ياخد باله كده. في السم تيك، استنوا كده بس كده. حماد بس حماد، يلا 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 يلا. تعالى بقى، تعالى لو انت راجل، تعالى لو انت راجل. بس هتموت، عارف ليه؟ لان انت مش راجل، لان انا كسرت لك سريرك عبيط. بس كده ماشي. تعال بقى، تعال 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 حمادة، تعال حمادة، موتك على ايدي حمادة. بس حمادة كده خلاص، مات وخلصنا في الموضوع. بس ياس، ايه كل الحاجات دي؟ ايه كل الحاجات دي؟ مش عارف، بس انا شكلي كسبت خلاص يعني. بعد كل الموارد دي هخسر؟ لا اكيد لا طبعا. ماشي 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 اوكي، ظبط بقى ظبط. ماشي، ده انا استنى، ده انا غطي دلوقتي. نجيب برضو، بص انا بحاول اغريها بالموارد اللي معايا دي. خديها، تعال. ايوه يا حاجة، عيب 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 عيب، انا موتك ليا يعني. بصي اهو، تعال اهو، تعال اهو، تعال تعال. انا مش هموتك، تعال هموتك ليه يعني؟ تعال تعال يا حاجة، هموتك ليه يعني؟ هموتك ليه حاجة؟ هموتك ليه يعني؟ امسك اهو، تعال يا حاجة والله، خديهم اهو. وربي بقى، ما ايه ده، هنفضل كده للصبح؟ هي قلقانة ليه؟ ايه ايه حبيبتي، خلاص كده تعالي. هوبا، بس احنا كده بقينا مع بعض في التيم. ماشي، انا ساعدها دلوقتي. ديت يا نهار اسود على الغدر اللي انا لو عملته هبقى غدر قوي قوي. ديتها دي يا نهار اسود، بس انت لازم تغريها كده وفي الاخر انتقم. لما كسر لها السرير كده،
بص يا ابو هساعدك اهو، ساعدك في ايه؟ لا محدش اقرب من السرير. ايه الغدر ده؟ انا لسه. اوعي اوعي تفكري ان انا ممكن اغدر مثلا، مثلا اسألي متابعيني امريك. بس يا بنت، يلا يا بنت، يلا يلا، نفسها تغدر، نفسها تغدر. يس الله الله الله، لاعب محترف بلو بلاير، وبصوا على الموارد. عيب عليكم يا جماعة، عيب عليكم، عيب عليكم. سلام عليا، يا سلام، سلام على المخ. نعملها في حد تاني بقى. الله، بسم الله، حلو المقلب ده. فين ايه ده؟ في سرير هنا. ماشي، يعني هو صاحبه ميت اصلا؟ هو ده سرير ولا مش سرير ولا او بس كده سرير؟ حلو اوي، ماشي، ده سرير بلو. فاضل لي سرير الجرين وخلاص كده. ماشي اوكي ماشي. جرين فين بقى؟ يلا ماشي. الله عليا، الله على المخ، الله على المخ. ايه ده، ايه ده، ايه ده يا ناس؟ استنى كابتن، ده البلو هنا اصلا. تعالى كابتن، تعالى كابتن، استنى يا كابتن، ده راح يدمر سرير الجرين. ده غابة كابتن، استنى كابتن، كابتن انا ما ضربتش يا ابن. لا ده هيغدر ده. الله 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 عليا، الله، كنت هكسب دلوقتي بس برغم ان الله عليا يا جماعة، عيب عليكم يا دبلي. بص على الاحتراف، كسرت 4 سراير. واو واو يا جماعة عليا، شكرا. طبعا ان محدش خد مني ال5 دولار، بس يعني او انا كنت واثق اصلا ان انا عملت التحدي ده ومش هدي لحد حاجة، بس خلاص يعني شكرا على احترافي. اشوفكم الفيديو الجاي، بيس وي سلام.